حياكم الله قانون السير المعدل سيكون سار المفعول اعتبارا من الثاني عشر من أيلول 12 تسعة أي بعد أسابيع قليلة القانون جاء بهدف توفير بيئة آمنة على الطرق من خلال تغريض العقوبة على المخالفات الخطيرة المؤدية إلى الحوادث وما ينجم عنها من إصابات ووفيات قانون قوبل من البعض بالرفض فيما يراه بل أيده آخرون المعارضون للقانون قالوا انه قانون جبايه وان العقوبات مبالغ فيها. بينما يرى اخرون وانه قانون يحقق الردع يحد من العواقب الوخيمه لحوادث السير ومنهم من يقول انه لا يعنيه قيمه المخالفه لانه ببساطه ملتزم بالتعليمات المروريه. اليوم نبحث بتفاصيل اهم المخالفات الخطره والعقوبات المترتبه عليها والواردة في هذا القانون ونبدا واياكم باستعراض ابرز المخالفات الخطره في قانون السير الجديد وعقوبتها حبس من شهر الى شهرين او غرامه من 200 الى 300 دينار او بكلتا العقوبتين للمخالفات التاليه قياده مركبه بدون كوابح او عدم صلاحيتها القياده بدون لوحات ارقام القياده بصوره استعراضيه تجاوز اشاره ضوئيه حمراء غرامه من خمسين الى مئه دينار لمخالفات تغيير المسرب بشكل مفاجئ القياده بعكس اتجاه السير مخالفه الشواخص ممنوع المرور ايضا السير على شكل مواكب او خروج اجساد واجساد الركاب القيادة تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 250 دينار ولا تزيد على 500 دينار أو بكلتا العقوبتين ووقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين. مزيد من تفاصيل هذه المخالفات والعقوبات في القانون الجديدة نبحثها مع ضيفي اسمحوا لي أن أرحب بضيفي مساعد مدير الأمن العام بشؤون السير والأجانب العميد المهندس رامي بيك الدباس مساء الخير وأهلا مساء الخير صرح. أهلا فيك أخي عمر صوت المملكة بدأ أهلا بكم جميعا مساء الخير مساء الخير أهلا بكم من جديد وعلى خلاف كل حلقة لن أستطيع اليوم إلا أن أتحدث بالألقاب أهلا بك رامي بك أهلا بك كنت أود أني أناقشك بداية الحلقة لماذا ودع هذا القانون بهذا الشكل ولماذا هذه الغرامة ولماذا هذه العقوبة لكن مجلس النواب أقر هذا القانون وبالتالي أي نقاش فيه لن يكون لديه أي نتيجة واجبنا كما هو واجبكم وتشكرون على ذلك انه اليوم ظل اسابيع وهذا القانون سينفذ. صحيح. اليوم احنا طالعين حتى نقول للاردنيين انتبهوا. نعم ترى قانون السير الجديد يختلف عن القديم الذي كان في عام 2008، لكن يحق لي ان اطرح عليك سؤال واقول فيه لماذا جاء هذا القانون اليوم؟ تفضل. شكرا لك اخي عامر صحيح. بدايه مساء الخير لك ولكافه مشاهدين صحيح. على قناه صحيح. المملكه. و وكل الشكر من مديريه الامن العام. على اتاحه هذه الفرصه لنا لتوضيح هذا طبعا. القانون، القانون المعدل لقانون السير. حقيقه في البدايه بحب اشير انه بدانا في هذا العمل منذ صدور توجيهات جلاله القائد الاعلى جلاله سيدنا لعطوفه مدير الامن العام في العام الماضي عندما تم تكليفه بقياده جهاز الامن العام حول المشاكل المروريه والازدحامات المروريه الموجوده في المملكه، نعم. وايضا كانت توجيهات جلاله سيدنا الله يطول عمره حول الحوادث المرورية وما ينجم عنها من إصابات بشرية وما ينجم عنها من وفيات الموضوع كبير جدا وأخذنا التوجيهات الملكية السامية على محمل الجد وباشرت مديرة الأمن العام وبشكل فوري منذ ذلك التاريخ على وضع خطة استراتيجية تنفيذية لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية أخي عامر هذه الخطة تضمنت عدة محاور كان بدايتها اللي هو المحور التشريعي واللي هو موضوع حلقتنا اليوم نعم. وقانون السير نعم. تعرف إحنا يعني من زي ما أشرت ببداية حديثك كنا عاملين في قانون السير رقم 49 لسنة 2008 نعم. يعني نحن نعمل بقانون السير منذ عام منذ 15 عام نعم. لكان لابد من إيجاد العملية المرورية عملية مرنة ومتطورة ومتغيرة لذلك لازم نواكب التطورات التي حدثت وهنا اتحدث عن اعداد المركبات التي تزيد بشكل مضطرد وبشكل كبير جدا يمكن اطرح لك بعض الارقام بعد شويه أرجوه. عن اعداد المركبات نعم. لكن اخذنا توجيهات جلال سيدنا محمد الجد زي ما حكيت لك وضعنا خطه تنفيذيه تحتوي عده محاور بدانا بالمحور التشريعي وهو جعل القانون المعدل لقانون السير موضع التنفيذ وبالتالي التنسيق مع الوزارات والدوائر ومع الحكومة حتى نبحث هذا القانون تم تشكيل اللجان المتخصصة ومر المشروع المعدل للقانون بمراحله التشريعية ومراحله الدستورية كافة بدءا من مجلس الوزراء الموقر وإقراره وإحالته إلى مجلس الأمة وإقراره من قبل مجلس الأمة بشقيها العيان والنواب ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية صحيح. ونشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 13 أب هذا العام وبالتالي يصبح نافذ بعد مرور شهر زي ما اشرت صحيح. من تاريخ نشر بالجريده الرسميه اذا هذا القانون سوف يطبق اعتبارا من صباح يوم نعم. الثلاثاء 12 ايلول هذا العام يعني زي ما ذكرت يمكن بعد ثلاث اسابيع تقريبا, تقريبا. نعم. راح نباشر بتطبيق هذا القانون الان حتى تنجح مديريه الامن العام وبالمناسبه مديريه الامن العام هي الجهه المكلفه بموجب القانون بعدة واجبات من أهم هذه الواجبات المحافظة على حياة وأرواح وممتلكات المواطنين أيضا معاونة السلطات على تنفيذ القوانين والنقطة الثالثة اللي بحب أشير لها أنها مراقبة حركة النقل على الطرق هذا من واجبات مديرية الأمن العام لذلك مديرية الأمن العام شاركت في هذا التشريع حتى نقدر نخرج فيه إلى النور وخرجنا فيه بعد شوي رح نجي في تفاصيل العقوبات والمخالفات عفوا وأسبابها نعم. وأسباب تغليظها لكن بعد ما انتهينا من المحور التشريعي حتى ننجح في تطبيق هذا القانون أتى عنا موضوع التدريب والتأهيل حتى ننجح في تطبيق هذا القانون لمن تدريب وتأهيل؟ للمرتبات مديرية الأمن العام سيدي نعم أنتم الآن ستقومون بتدريبهم وتأهيلهم انتهينا من التدريب الجديد. انتهينا من التدريب والتأهيل مه. منذ إقرار القانون تعرف اخي عامر احنا يوجد لدينا المعهد المروري الاردني صحيح هو معهد متخصص يحتوي على كافه الخبرات من مهندسين ومن خبراء في المجال المروري، عملوا على تدريب وتاهيل اعاده تدريب وتاهيل العاملين في الادارات المروريه من اداره السير واداره دوريات خارجيه، ايضا توجيهات قياده الجهاز كانت انه هذا العدد لا يكفي يجب ان نشرك عدد كبير من مرتبات الامن العام لانفاذ هذا القانون لذلك عملنا على تدريب مرتبات قيادات الاقاليم ومديريات الشرطه مرتبات اقسام النجده حتى يستطيعوا انهم يضبطوا العمليه المروريه نعم. لانه بعد شوي راح اشرح لك هذا التحدي الكبير اللي احنا بنواجهه جهزناهم واهلناهم الاداره الملكيه لحمايه البيئه ايضا تم تاهيل العاملين لديهم وتدريبهم وتأهيلهم حتى يكونوا جاهزين لتنفيذ القانون بكل شفافية وبكل حيادية أيضا نعم. طيب. انتقلنا بعدها إذا سمحت أخي لمحور التوعية الإعلامية حقيقة يعني هنا أحب أن أشير إلى أنه في اجتماعنا الأمني برئاسة عطوفة مدير الأمن العام كان التوجيه واضح إحنا لازم نطلع وهذا لقاءنا اليوم أيضا صحيح. من ضمن هذه اللقاءات نطلع نحط حط خطة إعلامية وضعنا خطة إعلامية شاملة في مديرية الأمن العام توعوية توعوية م -م. إرشادية حتى نقدر نوعي كافة فئات المجتمع وكان التوجيه من قيادة الجهاز أن نصل إلى كافة فئات المجتمع بوي. ونوعيهم والحقيقة يعني وسائل الإعلام ومن ضمنها القنوات التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي الكل ما قصر معنا مشكور وتعاونوا معنا في نشر رسائلنا كمديرية أمن عام حتى نقدر نوصل هذه المعلومات أيضا الجامعات الرسمية تعاونت معنا يوجد لدينا من خلال المعهد المروري الأردني مساق للسلام المرورية والتوعية المرورية نعم. يوجد لدينا جامعات تبنت هذا المساق واصبح يدرس في الجامعات ايضا، عقدنا ورش عمل ايضا يدرس في و... الجامعات منهاج من نعم يدرس هذا مساق السلام المرورية ولغاية الآن تم اعتماده من اربع جامعات رسمية واصبح يدرس في هذه الجامعات والعمل يعني نعم. جاري أن ننشره في باقي الجامعات وهذا نقطة مهمة جدا في التحول في تدريب وتأهيل طلاب الجامعات ضمن مساق السلامة المرورية. نعم. أيضا ورش عمل كثير عقدناها. و... وبالمقابل للأمانة أيضا الإعلام في مديرية الأمن العام هو إعلام نشط و... وكمان قائم دوره على أكمل وجه. الحمد لله. وتواصلنا معه من أجل الحلقة وتحدثوا أيضا إنه إحنا عندنا خطة إعلامية بدنا نطلع نوضح للناس كل هذه المخالفات. كيف كانت وكيف اصبحت نعم. ما هذه العقوبه وما الى إيه ذلك لكن سؤال اليوم رامي هل اليوم تغليظ العقوبه هل يحد من حوادث السير شكرا على السؤال فضل. سيدي يعني بالبدايه خلينا نشرح الموضوع حتى يعني نكون لماذا اتينا بهذا القانون لماذا غلظنا العقوبه كويس بحب اشير في البدايه أن التحدي المروري ليس فقط موجود في المملكه الاردنيه الهاشميه التحدي المروري وتحدي العملية المرورية والحوادث الناجمة عن العملية المرورية، هذا تحدي عالمي كل دول العالم تعاني لكن كل دول العالم تحاول أن تعمل دراسات وتعمل أبحاث وتجد الحلول الناجعة للتخفيف من هذه الحوادث ومن ضمنها الأردن. سيدي احنا زي ما أشرت احنا مكلفين كجهاز أمن عام وكدولة بمراقبه حركه النقل على الطرق صحيح. لكن احنا المشاهدات اللي عندنا والنتائج ال, ال, ال خلينا نحكي الكبيرة جدا الناجمة عن حوادث المرور تستدعي من الدولة ومن جهاز الأمن العام أن نجد حلول نحن مكلفين كويش. أن نجد حلول. حلول. مثل هذه النتائج نعم. بعض هذه الأرقام التي يا سيدي نعم صحيح آه، تفضل هسا احنا آه. بالبداية بحب أشير بس لأرقام معينة حتى أفرجيك التحدي اللي بيواجهني بالأردن في أعداد المركبات اللي كنا نشتغل عليها تفضل يعني مثلا عند قبل عام 2008 أنا كان عندي مسجل 969.738 الف مركبه تخيل هذا الرقم عام 2015 قبل 15 سنه قبل 15 سنه بال2016 اصبح الرق... العدد الاجمالي للمركبات العاملة في المملكه مليون و403000 و368 مركبه بال2016 اذا ما سالتني عن الـ عن الوضع الحالي 20 أو لغايه 20. يوم امس 2023 انا عندي 2 مليون و181 الف و167 سياره اذا بتلاحظ اخي عامر الازدياد الكبير جدا في اعداد المركبات السنوي بالمناسبه نحن في اداره ترخيص السواقين والمركبات نسجل سنويا ما يقارب ال ألف مركبه الجديد جديد, جديد. ثمانين هذا آل. يسجل ويصرف له رخص ولوحات ارقام سيارات جديده بتنزل على الشارع كويس يعني احنا اليوم بالاردن عندنا 2 مليون و181167 سياره ما. وعندي ما يزيد عن ثلاثة مليون و100 الف سائق مرخص. 3 مليون و100 الف سائق مرخص نعم، هذول بيستطيعوا قياده المركبات وبالتالي نحن نلاحظ. سيدي الكريم ايضا المركبات، نحن نهتم بالمركبات، المركبات تطورت صناعتها. صحيح. وصار عليها إضافات كثيرة وصار عليها تعديلات كثيرة وأصبحت في منها إذا لم يحسن استخدامها تتسبب في الوقوع من الحوادث، صحيح. لذلك نحن في هذا القانون المعدل راعينا التكنولوجيا الحديثة في المركبات أيضا وراعينا التطور في 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 قيادة المركبات وراعينا أيضا البعد الأهم من ذلك سيدي وهو البعد المخالف لبعض الفئات. بالمناسبه بمعنى يعني شو يعني يعني سيدي الغالبيه العظمى من مستخدمي الطريق بالمناسبه بالاردن هم ملتزمين بقواعد واصول المرور بالاردن انا عندي فئه قليله جدا هي من ترتكب المخالفات ولا تلتزم يعني انا باكد لك انه اكثر من 90% من مستخدمي المركبات هم ملتزمون بقواعد واصول المرور لكن انا العشرة بالمئة الغير ملتزمه كدوله ما بقدر وكجهاز امن عام يعني ما انظر لهذه الفئه وبالتالي ما اعالج القانون بما يعالجه. بالمناسبه احنا عندنا خبره ويمكن احنا اشتركنا مع دول عالميه في مشاريع توأمه. اشتركنا مع اليابان، مع فرنسا، مع المانيا، مع السويد، مع عدد العديد كوي. من الدول وايضا اطلعنا على تجارب الدول العربيه المحيطه فينا حتى نعرف كيف بيعملوا الدراسات وعملنا الدراسات الخاصه بنا. سيدي احنا كنا يعني كان الناس كثير وجهه نظرهم انه التوعيه المروريه صحيح. التثقيف هي اللي ممكن تكون احدى الحلول لموضوع الحوادث المروريه حدت التوعيه والارشاد يا سيدي بتحد لكن بشكل بسيط للامانه تجارب كل الدول العالميه تغليظ العقوبه وتنفيذ القانون هو الذي يخلق الثقافه وليس العكس يعني وبالتالي تغليظ العقوبه يحد من حوادث سيدي. بالضبط سيدي واحنا ان على فكره تجربه سابقه بهذا المجال بعام 2008 بس ما ما يعني لم يستمر هذاك القانون في ذلك الوقت 2008 نعم صحيح غلطتم العقوبة غلطنا والقانون لم يتم اقراره ونزلت الوفيات والاصابات بشكل كبير جدا فلذلك سيدي كم طبق كم شهر رمي بي. بحدود تقريباً. ست شهور بس ست شهور نعم صحيح عندك احصائيه كيف كانت بس معلش يا سيدي حتى نثر انه اذا حد ارقام تقريبي نصف اقل للامانه الوفيات نزلت النص من الحوادث من الحوادث فسيدي انا يعني ماشي. احنا بالاردن نواكب التطور العلمي، نواكب الدراسات العلميه، بالمناسبه هذا القانون لم ياتي من فراغ او بناء على اجتماع لجنه بشكل فوري، اتى على دراسات علميه ماشي. عملت عليها كافه الجهات والمؤسسات الحكوميه حتى خرجنا بهذه الصيغه انا والله بدي اسالك اكثر بس 2 مليون سياره الاردن شوارعنا الاردن بتحمل 2 مليون سياره؟ رقم عالي جدا ورقم مذهل جدا الازدياد المضطرد بعدال المركبات أخي عامر أنت عندما تتحدث عن ثمانين ألف سيارة تنزل على الطرقات كل عام هذا رقم كبير جدا عمان قديش فيها يجب أن يجب إن نواجه هذا في مواضيع قوانين رادعة احنا المخالفات الخطره سيدي بالمناسبه يعني انا بدي اجي آه. انا بدي آه. خطره آه. آه. عمان الصبح قديش فيها كم سياره تقريبا والله حسب احصائيات يعني الامانه عمان انا مش حافظ الرقم بس بدخلها اعداد تستغرب تتجاوز المليون مركبه يمكن الرقم مش عندي فالرقم 60% يعني بيجوا على عمان فبالتالي مليون الرقم منطقي بس طب كيف ترد على من يقول بأن هذا القانون هو قانون جبايه أنتم أنا كنت أتوقع منك تقول قانون حماية مش جباية ماشي يا <applause> سيدي <هو تصفيق> قانون حماية ماشي. للمواطن يعني نعم. حماية وليس نعم. جباية نعم صحيح كيف؟ سيدي احنا يعني إذا بنستعرض هذا القانون وبنلاحظ المخالفات التي تم تغليظها نعم. يعني المشرع عندما غلظ العقوبات هو راعى المخالفات الخطرة يعني تغلظت على المخالفات الخطرة الخطرة وبناء على إحصائياتنا تتسبب في وقوع العديد من الحوادث وأنا بتحدث الآن عن حوادث خطرة بتحدث عن عن حوادث ينجم عنها إصابات بشرية بتحدث عن إصابة عن حوادث ينجم عنها وفيات وفي اللي من هيك أخي عامر كمان لسه يعني خلينا نتعدى عن الوفيات والإصابات ما ينجم عنها من إعاقات وهذا الموضوع خطير جدا الإعاقات الحركية التي تنجم عن حوادث السير كبيرة جدا طيب على وهذه مما تسبب كيف؟ القلق للأهالي وتسبب القلق للدولة وتكلفنا خسائر مادية أنا وأنت م م توقعت بأنه ال ال هذا الحوار يأخذ مني خمس دقائق هذه الأسئلة الثلاثة أخذت مني عشرين دقيقة وبالتالي سأذهب إلى المخالفات الخطرة ما هي كيف كانت المخالفة ماذا أصبحت ما هي عقوبتها بالتفصيل وخلينا نروح على أهم المخالفات الخطرة لكن بعد فاصل قصير الأول أرجو منكم التفضل بالبقايا العامة، فاصل أول أهلا بكم من جديد اسمحوا لي أن جدد إرحب ضيفة أهلا بك بك وأعود لأطرح السؤال وبدأ أبدأ بالمخالفات قبل ما أخذ أي أرقام وكل شيء تمام طيب. الهاتف الخلوي بطل نحكي تلفونات يعني أعطيني سيدي بس ليش رحت على الهاتف الخلوي يعني بمعنى اليوم أنت لما رحت على الهاتف الخلوي لماذا قلت لي صار أول مرة خمسين دينار مزبوط؟ اللي بيكرر كذا اللي بيكرر كذا لا اعطينا المخالفه على الهاتف الخلوي تفضل شكرا لك سيد الكريم مخالفه الهاتف الخلوي حقيقه كانت بالقانون النافذ رقم 49 لسنه 2008 15 دينار صحيح ومن خلال تجاربنا ومن خلال اطلاعنا وتحليلنا للحوادث المروريه اخي الكريم الحادث هو المتسبب الاكبر في تشتيت الذهن السائق وبالتالي الهاتف طبعا. الهاتف الخلوي نعم. وبين إيدي على فكرة أنا دراسة علمية بتبين نسبة التشتيت الذهني للهاتف الخلوي أثناء استخدامه يعني بحب أشير أثناء استخدامك للمركبة إجراء اتصال خلوي بعمل على تشتيت الذهن بمقدار 2.8 ضعف هذا مجرد أنك تجري اتصال خلوي الاستخ... الاستماع للهاتف الخلوي بشتت الذهن بنسبة أقل واحد ثلاثة لكن وين المشكلة الكبيرة عندي أخي عامر واللي أصبحت منتشرة بالمملكة وكل كو... كل الناس قاعد ملاحظيتها سأطلع وتفرج شوف الناس اللي قاعدين بيعملوا رسائل نصية آه. وبعملوا مراسلات على التلفون وهي الكارثة للعلم هاي بتشتت الذهن بمقدار 23.2 ضعف مجرد مسكك للتلفون عشان هيك المشرع يوم ما حط مخالفه الخلوي هاتف الخلوي وضعها اذا كان محمولا باليد سيد الكريم، لانه الان احنا التحدي الكبير عندنا ليس استخدام الهاتف الخلوي، بتعرفوا المركبات اصبحت كلها العديثة آه في وجهاز فيها وفي سماعات, وجهاز سماعات وفي سماعات لكن احنا مشكلتنا الكبيره الان اصبحت انه المواطن او مستخدم أو سائق السياره الهاتف الخلوي بايده وقاعد بيرسل رسائل برسل واتس أب برسل بيستعمل التلفون <applause> هذا يشتت الذهن بمقدار كبير جدا 23 وخطر. ضعف انت قاعد بتقولي الاستماع 1.3 نعم. والحديث 2.8 23 ضعف اللي بيستخدم الرسالة هذه دراسة قمت فيها بالأمن العام نعم هاي دراسة علمية عالمية سيدي احنا استقيناها من دراسة من جامعة متخصصة في هذا المجال ودراسة علمية مثبتة اجر... إجراء من... اتصال خلوي لدى سائقي الشاحنات مثلا آه. الشاحنات تختلف بشتت الذهن 5.9 اعطيك مثال اخي الكريم اذا سمع ليش الشاحنات تختلف لانه بيكون طبيعه قياده الشاحنه تختلف عن اه التخلص. اه كاليه كاليه تمشي اه سيدي عدد المخالفات الهاتف الخلوي بس خليني اعطيك ارقام طيب. عام 2020 كان عندي 98358 مخالفه عام 21 كانوا 65203 مخالفات اقل 21 نعم لانه كان يمكن موضوع كورونا كورونا أربع نعم. شهور صحيح عام ثلاثة. عام 22 لاحظ أخي الكريم قديش ارتفعت ل 82 603 مخالفة تم ضبطها من قبل رجال السير العاملين في الميدان طبعا من واحد 23 حتى نعم من واحد واحد ولغاية 26/8 أنا بحكي لغاية يوم أمس تم ضبط 82165 إذا بتلاحظ الرقم مقارب على الرقم التوتل للعام دلع. الماضي صحيح وإحنا بعدنا لسه لا نزال في شهر بداية شهر أيلول على أتباع فلنهاية السنة رح يزيد الرقم كثير هدولا. هذا بعني لي آه. أنه الناس لا تزال مصرة وبازدياد كبير في استخدام الهاتف الخلوي اللي قاعد بيشتت الذهن بضطر السائق مرات يغير مسربه بشكل مفاجئ وهو بيستخدم الهاتف الخلوي مرات بيعمل حوادث وهو بيستخدم الهاتف القلوي مرات بيضطر يتجاوز الاشاره الضوئيه حمراء عندنا نسبة وهو بيستخدم ح... نسبه الحوادث اللي صارت سببها الهاتف يا سيدي هي هاي الموضوع صعب لا ي... لا آه. يعني مرات بنطلع بنكشف على حادث بيكون السائق متوفي بنتفرج على السياره بيكون الهاتف الخلوي مفتوح وبجنبه فهو مبين انه باقي سبب الحادث هو باقي يحكي خلوي لكن انا حكيت لك عن الدراسه وحكيت لك عن الارقام المرعبه شو صارت الان ارتفعت الى 50 دينار لاول مره هي يعني حاله واحده 50 مخالفة 50 دينار يعني رفعناها وغلظت هذه غلظت هذه العقوبه من 15 دينار ورفعت الى 50 دينار حتى نقدر الناس تلتزم في موضوع عدم استخدام استخدام الهاتف الخلوي في حاله تكرار ولا لم يحدد لا لم يحدد كل مره تكرار. 50 دينار كل مره 50 دينار صحيح. يعني حتى لو تكرر 10 مرات يدفع 50 50 دينار نعم صحيح. طيب السؤال الكاميرات نعم صحيح. بتقدر انها تمسك اللي بيحكي تليفون ولا فقط اللي يشوفه رجل الامن؟ لا يا سيدي هو الكاميرات لغايه الان اللي موجوده عندنا في البلد لا, 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 لا للسرعة. للسرعه فقط ماشي وللاشارات الضوئيه نملات الهاتف الخلوي غير موجوده لكن يمكن انا مش مسموح لي احكي او انا مش صاحب الصلاحيه احكي عن نيابه عن امانه عمان الكبرى لكن حقيقه هنالك توجه في امانه عمان الكبرى وباشروا بدراساتهم حسب ما اعلمونا امانه عمان الكبرى حول مدينه ذكيه في العاصمه عمان ومن خلال هذا النظام اللي راح يطرحوه راح يركبوا الاف الكاميرات في العاصمه عمان حتى تراقب السلوكيات وحتى تحد من الازدحامات المروريه وهذا التوجه ايضا انا اعتقد انه موجود لدى وزاره الاداره المحليه والبلديات في كاميرات انتباك الاردن حتى لانه كلنا نعرف انه الرقابه الاليه اثبتت نجاح كبير في مراقبه وضبط السلوكيات اخي عامر انا بحب اكد هون انا بحكي عن جهاز امن عام وبحكي عن مختلف اجهزه الدوله الهدف ليس المخالفه نحن هدفنا أن نقلل عدد المخالفات وبالتالي ينعكس علينا على بيئة مرورية آمنة وبالتالي يقلل من نسبة الإصابات قيمة المخالفات بتروح أمن عام؟ لا صح؟ لا يا سيدي تروح أمان وبلديات أمانة عمان والبلديات وتستخدم مه. لغايات إعداد البنية التحتية وتأثيث وتأهيل الطرقات في مختلف أنحاء المملكة طيب هذه أول مخالفة اللي هي الهاتف نعم المخالف الثاني الإشارة الضوئية. إشارة ضوئية. يا سيدي كلنا نعي ونعلم إنه قد تجاوز الإشارة الضوئية حمراء هو من أكبر يعني أنواع الخطر التي قد ترتكب أثناء قيادة السيارة. يعني أخي عامر أنا واقف بأمان على الإشارة الضوئية وضوت الإشارة خضراء وشغلت ومشيت شو الذنب اللي بيجي علي إنه يجي واحد من الجهة المقابلة متجاوز الإشارة الضوئية الحمراء ويعمل حادث قاتل معي. فهون غير عدالة سيدي. العدالة في تطبيق القانون وتغليظ العقوبات هي حماية لارواح وممتلكات المواطنين، وبرجع بصر على هذا الحكي. نحن نحمي المواطنين، الغالبية العظمى من مستخدمي الطريق سيدي هم ملتزمين، هنالك فئة قليلة غير ملتزمة بقواعد واصول القيادة. لذلك لن يعني نسمح التي لا تتعدى 10% بالضبط، لن نسمح كدولة وكجهاز امن عام مكلف بموجب القانون بانه هذه الفئه القليله جدا انها تعكر صفو الناس وبالتالي تتسبب في الاذى والاصابات البليغه والوفيات لهؤلاء الاخوه المواطنين، نحن هدفنا خلق بيئه مروريه امنه حتى الكل يكون بيقود سيارته بكل امان بدون ازدحامات مروريه، بدون اي مؤثرات لا سمح الله. طيب ماذا كانت العقوبه وماذا اصبحت؟ كانت العقوبه سيدي 100 دينار الان اصبحت 200 دينار وتضاعف عند التكرار يعني تص... تصير 400 400 نعم صحيح عند التكرار عند التكرار خلال العام خلال العام الواحد طيب النقاط العام. في نقاط ما زلنا ملتزمين موضوع النقاط طبعا سحب الرخص طبعا احنا النظام النقاط سيدي اقل اشرح لي خصوصا عند هذه المخالفات الاكثر خطوره سميتوها وهي اكثر خطوره يعني بالضبط سيدي يعني احنا نظام النقاط سيدي طبق منذ العام الماضي ونظام النقاط بتعرف حدد نقاط لكل نوع مخالفه حسب جسامه المخالفه م. فبالتالي انت تجاوزت الاشاره الضوئيه حمراء بنزل عليك ست نقاط نظام النقاط حدد حمراء ست نقاط ما زالت ما ولا زالت هذا نظام ما النظام موجود سيدي ست نقاط هل سيتم تعديل هذا النظام مع تعديل القانون ولا لا يعني انت اليوم تحدث انه الحمراء كانت ست كانت 100 دينار خليناها 200 تضاعف اذا تم تكريره عليها ست نقاط هل من الممكن فيما بعد سوف, سوف يدرس, سوف يدرس النظام على سيدي الأغلب. اذا كان هنالك حاجه للتعديل ام لا بس اللي بحب احكي انه هذا النظام يعني يتيح حجز الرخص وبالمناسبه منذ بدء تطبيق النظام لغايه الان تم حجز 455 رخصه وهذا الرقم ليس بالسهل 455 رخصة. رخصه تم حجزها لانه خلال هذا العام ولا الماضي منذ تطبيق النظام من العام آه. الماضي لغاية الآن 455 رخصة تم عجزها لتجاوزهم عدد النقاط المقررة سيد أنت عندما تصل إلى 16 نقطة تنحجز الرخصة لمدة شهرين لكن في عندي شغلة النظام أتاح للمواطن قبل ما تصل ال 16 نقطة بإمكانك تراجع المعهد المرور الأردني يعقدوا لك دورة بالتوعية المرورية وبالتالي بقدر أخصم لك ثمان نقاط ثمان نقاط خلال عام طبعا بحق يعني لك انت لست مع،, مع مع, سحب الرخصه انت روح خذ دورات بالضبط انا قاعد بشجعك يعني دوره تثقيفيه حتى اضمن انك يعني تثقفت في الابجال المروري واخصم لك ثمان نقاط في حال انك لم تتجاوز ال 16 نقطه اذهب الى عكس السير نعم صحيح ماذا كانت المخالفه المخالفه وماذا سيدي المخالفه غلظناها بالنسبه للمسير بعكس السير ورفعناها كانت إلى... قديش بالله باشا يا سيدي كانت مخالفه درجه اولى 100 دينار اها 100 دينار اصبحت 200 وتضاعف نعم سيدي 200 وتضاعف نعم. هذا بالشارع المفصول بجزيره وسطيه سيدي لانه السبب السيده بيسالني شخص آه. انه طيب انت ليش يعني فصلت بين الشارع المفصول بجزيره وسطيه وبين الشارع المفصول بجزيره وسطيه الشارع الغير مفصول بجزيره وسطيه هو شارع ذو اتجاهين يعني. يعني انا وانا جاي لك بالجهه المقابله بكون بتوقع انه جايني واحد بالجهه المقابله فبالتالي بكون حاسب حسابي اثنين السرعات لا تكون عاليه على الشارع اللي غير مفصول بجزيره نحن. وسطيه هلا الشارع اللي مفصول بجزيره وسطيه او اللي بنسميه الاوتوستراد سيدي انا ماشي بامان والسرعه بتكون في اعلى من الشارع الثاني فانا بكون السرعه المقرره 80 او 90 ماشي ب 98 ما بكون متوقع يجيني شخص من الجهة المقابلة، وأنا بعرف أنه الشارع هذا مفصول بالجزيرة الوسطية، آه. بمعنى أنه الحادث هناك قاتل يحكون. لذلك المشرع تشدد في هذه النقطة بالذات وغلظها تغليظ كبير سيدي حتى تكون رادعة. السواقة بطريقة استعراضية أو متهورة؟ سيد كريم يمكن إحنا بيجينا دائما يعني فيدباك من الأخوة المواطنين ومدى انزعاجهم من موضوع الاستعراض بالسيارات. خاصه هذول اللي حاط الاكزوست ومدري شو هذا الاكزوست حطينا عليه مخالفه لوحده هذا بيكون حاط اكزوست وهي مناسبه المخالفه يعني 50 دينار اللي بيكون مركب مضخمات على سمار. السياره 50 دينار اصبحت وتضاعف في حال التكرار وطبعا يحول هو مسموح هو مسموح يركب مضخمات لا, لا, لا لا احنا تعليمات وتضعف. تعليمات تجهيز المركبات الصادره عن معالي وزير الداخليه بتقول تعتمد مواصفات الشركه الصانعه للسياره اه صحيح لانه يعني الترخيص ما بيرخصها بده يشيلوا ويركب الجديد لانه الترخيص سيدي بينفذ تعليمات تجهيز المركبات صادرة مع الوزير وزير وبالتالي تعتمد مواصفات الشركه الصانعه اي تعديل يجري عليها ويزعج الاخوه المواطنين زي ما بصنا معلومات من الاخوه المواطنين يتعد تعد مخالفه يتم مخالفته 50 دينار تكرر في حال المضاعفه وايضا تحال الى اداره الترخيص للتاكد من ازاله المخالفه طبعا ماشي نرجع على الاستعراضية المتهورة الاستعراضي سيدي يعني هي مخالفه خطيره جدا احنا بنشوف شباب بمقتبل العمر لكن طايشين يعني بيجي على الشارع ببلش يرفع الهاند بريك ويعمل فيها قمسات آه بالسياره هلا هاي احتماليه وقوع الحادث كبيره جدا سيدي انسى انها ازعاج لكل المواطنين والساكنين والقاطنين في تلك المنطقه، لكن هاي فيها خطوره مروريه عاليه جدا، لذلك المشرع غلظها سيد الكريم كمان نفس الشيء اصبحت 200 دينار وتضاعف في حاله تكرار وتضاعف نعم صحيح متى؟ ويتم وفي عليها اجراءات حجز طبعا حجز على المركبه سيدي بالمناسبه احنا تعليمات الحجز الوارده في القانون صدرت توجيهات من قياده الجهاز ومن عطوفه مدير الامن العام وضعنا لجنه الان قاعدين بنحط تعليمات للحجز لانه القانون افرد مدد حجز حسب جسامه المخالفه عندنا سيارات محجوزه قديش موجود عندك رقم ولا لا والله الان عندي 624 سياره محجوزه في ساحات حجز اداره السير الان اليوم يعني هذا اخر رقم 624 سياره محجوزات في حجز اداره السير طيب الان هاي الاستعراضيه سيد الكريم لن نكتفي او القانون عفوا بالمخالفة في حال التكرار سوف يتم حجزها من خلال الآلية والمدد اللي راح نحطها والصادرة بموجب قانون السير واللي راح تتعمم مع كافة أقسام إدارة السير والدوريات الخارجية لتوحيد الإجراء فبالتالي راح يصير عليها حجز مثل هذه المخالفة طب أنا بدي أسألك سؤال عن القيادة تحت تأثير المشروبات اليوم نزلته أيضا نعم كان فيه نعم. توجيه بشكل أكبر على هذا الموضوع سيدي هذا موضوع خطير جدا حقيقة وموضوع مؤذي ويمكن أنت تحدثت في بداية البرنامج عنه صحيح. موجود. عن هذه المخالفة الكبيرة جدا واللي أصبحت مؤذية وبتعرف احنا يعني نعم غرامتها موجودة هي نعم سيدي 200 دينار 200 دينار ميتين دينار مم. سيدي نعم صحيح إلى 300 دينار أو بكلتا العقوبتين، اليوم أنا بدي أسأل سؤال أو بكلتا العقوبتين من يحددها صح؟ القاضي صحيح القاضي صحيح سيدي هو القاضي هو صاحب الولاية نحن نحيل عليه المخالفة ويطلب الشخص وفي حال القاضي شاهد أنه هذا أصبح مكرر أكيد رح يغلظ العقوبة عليه وبالتالي ممكن يستخدم كلتا العقوبتين لكن في نقطة مهمة بحب أشير إليها بمناسبة سؤالك في مادة بالقانون مادة جديدة يعني تتحدث عن القضاء عدم الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية في حال, قتل في حال حادث قتل. مش قتل حادث موت أسأل. حادث أدى إلى الوفاة وكان السائق تحت تأثير المشروبات الروحية أو المؤثرات العقلية هنا لا تستخدم من قبل القاضي الأسباب المخففة التقديرية وبالتالي يحاكم بالحد الأعلى للمخالفة آه يعني اليوم كان هناك حادث السائق كان تحت تأثير مؤثرات عقلية بصبت. مخدرات شارب ما إلى ذلك وعمل حادث وتسبب الوفاة نعم. عند القضاء بدك تشيل الأسباب بالمخفف خفف التقدير من نعم. قبل القاضي لا يأخذ بها القاضي لهذا السبب من الممكن القاضي أن يقول بأنه أصف. هذه قتل من الممكن القاضي, يعني هذا أه. القاضي, القاضي, القاضي يحدد لكن هي بالمناسبة لا يأخذ بالأسباب التقديرية بموجب هذا القانون كويس أنت عليك سؤال لاحظت كثير من هذه العقوبات أو الحبس. أو الحبس. ما السبب ولماذا جاء ذلك؟ الإجابة بعد فاصل قصير أخير. تفضل البقاء على فاصل أخير. اهلا بكم من جديد اسمحوا لنا حاب حابب ضيف اهلا بك رامي بيك اطرح السؤال اليوم تقدير الغرامه او كلتا العقوبتين او الحبس تقدير يعود للقاضي نعم صحيح القاضي صاحب القرار القاضي صاحب القرار بناء على المعطيات نحن عندما نحيل للمحكمه في مثل هذه الحالات نزود القاضي بالسجل المخالفات التي قام بارتكابها السلام. يعني اليوم أنا إلي عندك سجل يعني بتعرف عامر جوب شو طبعًا. سجله طبعًا. المرور ونزود القضاء بسجلك حتى القاضي عندما يقرر يطلع على السجل وبالتالي يتشدد في العقوبة في حال شاف أنك مكرر لهذه العقوبات في عنا بؤر ساخنة في عنا مواقع ساخنة صحيح سيدي مديرية الأمن العام أنا أشرت وما هي شوي. هذه البؤر والمواقع حسب وجهة نظر الأمن العام يعني اليوم أنت بتقول لي إحنا حسب الامن العام عندي هاي المنطقه وهي المنطقه وهي المنطقه بعتبرها مواقع ساخنه او بور ساخنه ما بعرف ما هو المصطلح اللي بتستخدمه ايضا في هذا الموضوع سيدي احنا بنسميها هاي النقاط السوداء او المواقع الخطره هذه تحدد بناء على عدد الحوادث التي تحدث في تلك المنطقه بتعرف احنا الان دخلنا التكنولوجيا في موضوع التحقيق في الحوادث وتحديد موقع الحادث فكله يدرس عندنا الي بشكل الي ويحدد مواقع الحوادث احنا عندنا المعهد المروري الاردني كما اشرت في بدايه حديثي وهو معهد متخصص ذوي خبرات عاليه جدا في موضوع تحليل الحوادث ودراستها ودراسه اسبابها ونعتمد على المعهد كثيرا في موضوع دراسه الحوادث المروريه. شكلنا لجنه بمشاركه كافه وزارات الدوله المعنيه واقصد وزاره الاداره المحليه ووزاره الاشغال العامه كان ووزاره النقل وامانه عمان الكبرى وقاد المعهد المروري هذه اللجنه لتحديد المواقع الخطره. <applause> انهت هذه اللجنه اعمالها وحددناها ب 81 موقع خطر في الاردن 81 موقع خطر لم نبالغ في في عدد المواقع احنا ركزنا انه تكون هذه المواقع هي فعلا المواقع الخطره او هي النقاط السوداء الاكثر تكرار في تكرارا الحوادث. في الحوادث لا لا اشير للحوادث العاديه انا هنا اشير للحوادث التي ينجم عنها اصابات بشريه وينجم عنها وفيات مثل بالله لذلك بالله. يعني شو هي ما بدي اعطيك هي من مختلف انحاء المملكه آه أو 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 ماشي بس في منها يعني. ضمن اختصاص امانه عمان، في منها ضمن اختصاص البلديات، في منها يقع ضمن اختصاص وزاره الاشغال العامه والاسكان طرق خارجيه اغلبها فيها طرق خارجيه اغلبها سيدي ويقع عليها حوادث قاتله ومميته. الان هنالك تعاون حقيقه انا ما يعني مش موضوع مديح لكن كافه وزارات ودوائر الدوله يوجد تناغم وتشاركية مع مديرية الأمن العام في إيجاد الحلول الناجحة طيب. تعرف التحدي المروري تحدي كبير طب السرعات سيدي السرعات محددة وبالمناسبة إحنا يعني نسيت مت... أسألك آه. عن المخالفات آه. اليوم السرعة تغلظت عقوبتها أيضا تغلظت سيدي عقوبة اللي بتجاوز الخمسين كيلو متر في الساعة من يقود مركبته بسرعة تزيد عن خمسين كيلو متر بالساعة مخالفته راح تكون مئة دينار وتكرر في وتضاعف في حال التكرار هذه غلظناها لانه بنشاهد سرعات عاليه وبهاي المناسبة احنا تعاوننا مع الإدارة المحلية مع وزارة الإدارة المحلية وزودونا ب 12 مركبة مزودة برادارات لمراقبة السرعة تم نشرها من قبل مديرية الأمن العام ضمن اختصاص إدارة السير مركبة واقفة وشايلة رادار واقفة وشايلة رادار سيدي على وظاهرة وظاهرة على الطرق الخارجية وعلى الطرق الداخلية ميزة هذه الكاميرا أنها لا توقف صاحب المركبة سيدي هي تحرر لك مخالفة وانت ماشي وبشكل فوري يصلك رسالة نصية يصل للمواطن رسالة نصية وبالمناسبة هدفنا وبرجع بقول ليس المخالفات احنا وضعنا هذه المركبات على الطرق التي يكثر عليها السرعات على الطرق التي يكثر عليها الحوادث المرورية المواقع الساخنة الساخنة القاتلة حتى نحد من السرعات برجع وبأكد احنا متوقعين بموجب هذا القانون بإذن الله انه المخالفات تنزل للنص واكثر وهذا هدفنا 50% أنا. احنا متوقعين وانا متفائل جدا ان شاء الله اثناء هذا القانون رح التزام التزام فاحنا حسن. حطينا هاي الكاميرات وبينا للناس في المواقع الخطره اللي بزيد عليها السرعات العاليه حتى نقدر نضبط الموضوع ما بدنا مخالفات كويس كل كم دقيقه بيقع حادث في او كل كم ساعه بيقع حادث في الاردن بدي والله يا سيدي هاي بيقى. الارقام موجوده حقيقه يعني, أه. يعني كل 46 دقيقه سيدي بنت بقع حادث بنتج عنه خسائر بشريه كل 46 دقيقه تخيل كل ساعتين بقع عندي حادث دهس كل ساعتين حادث دهس دهس مشاه كل 31 دقيقه يقع جريح جريح كل 16 ساعه بتوفى شخص بسبب حادث والله هي سيدي عام عام ده. 2022 انا كان عندي 169409 حوادث 29 69 ها.

كان عندي 376 وفاه والله احنا رقم سيدي رقم طيب يعني يمكن يمكن يقل عن العام الماضي بموجب اجراءات اللي اتخذتها مديريه الامن العام بموجب خطتها التنفيذيه الفوريه اللي باشرنا فيها لكن الرقم كبير جدا سيدي الخسائر الماديه التي تتكلف بها الدوله عام 22 322 مليون دينار تكلفه حوادث السير نتيجه الحوادث المرورية على الدولة الأردنية وهذا رقم كبير جدا الأو الأولى, الأولى لنا أن نحول هذا الرقم على التنمية الاقتصادية صحيح بدل ما قاعدين بنحطه على الـ على الـ على الحوادث السير يعني رقم 22 23 عندك الرقم ولا لا لسه ما حسبناه بس السنة بس أنت قلت لي شغلة كل 16 ساعة حالة وفاة الآن تتحدث لي أنه أنا من 1 9 لإمبارح 376 وفاة هذا العام الله يرحمهم نعم صح. بس أنت أسألك سؤال نعم صح. البنصاب حالات مرضيه صعبه شلل بتر لا, لا قدر الله اعدادهم كبيره جدا سيخ. اكثر من الوفيات أوه. يمكن انا بحكم شغلي بالعمل المروري شاركت في لجان حتى من لجان تعرف في افعال جمهورية للاشخاص ذوي الاعاقه يعني بالتعاون وهي اللجنه تصدر من المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه وشاركت بهذه اللجان تستغرب انه الغالبيه العظمى ممن يراجع الحصول على اعفاءات هي اعاقات سببها حوادث السير وهذا رقم مرعب وانا اشرت في بدايه حديثي انا قلت احنا المشكله الكبرى عنا الاعاقات التي تنتج عن حوادث السير الاهل يعانوا الدوله تعاني الكل يعاني من حوادث السير لن يعني. نقف سيدي لن نقف مكتوفي الايدي لحمايه ارواح واعراض المواطنين الامن العام هو جهه تنفيذيه مكلفه بموجب القانون بحمايه ارواح وعراض الممتلكات المواطنين وبالتالي خلق بيئه مروريه امنه ونحن نامل من هذا القانون انه ان شاء الله رح ننجح فيه في خلق بيئه للامانه رامي بيك يعني ست كل 46 دقيقه عندنا حادث في خسائر بشريه كل ساعتين عندنا حادث دهس نعم كل 31 دقيقه عندنا جريح نعم كل 16 ساعه عندنا وفاه بسبب حادث نعم صح. نعم يعني الارقام كبيره جدا والله الارقام لذلك سيد الكريم والمشكله وإحنا كمان عندنا اليوم 2 مليون سياره فبالتالي يعني نسبه وقوع حادث اصبحت اكبر برجع باكد لك اخي عامر فضل. القانون هذا القانون وجد لحمايه الناس وجد لحمايه الناس وبالنسبه للمخالفات واللي بيعلق عليه هذا لن يكون قانون جبايه العدد المخالفات باذن الله راح يخف اكثر من النص وبالتالي اذا ناس بعلق على الدخل رح الدخل كمان ايضا لامانه عمان والبلديات وبالتالي رح يحقق الردع العام للفئه القليله المستهتره التي تؤثر على حياه المواطنين وعلى استخدام مركباتهم وبالتالي نحقق الردع العام نسبه الخطا البشري الان الحادث بسبب السائق هي صيح. النسبه الاكبر صيح. يعني اليوم العمليه عندك... المروريه آه المرورية المركبه مزل. بتحكي عن المركبه مركبة عن السائق وعن الطريق صحيح هلا في مدارس مختلفه بتحديد النسبه لكن بالأردن. عالميا ماشي لكن كل دول العالم وكل دراساتها وعنا بالاردن لم تقل النسبه عن 95% لسه. اخر دراسه عندي للمعهد المروري الاردني على الحوادث اللي وقعت في الاردن كانت نسبه تسبب السائق في الحوادث المروريه 98.1 طب انا ضل معي دقيقتين نعم بدي تحدثني عن الرقابه الكاميرات نعم بعجاله بس سيد الكريم يمكن انا ما ما تطرقت للمحور الرابع للرقابة. الاخير صحيح. اللي هو محور الرقابه الاليه اللي نفذته مديريه الامن العام مباشره بتنفيذه موضوع الرقابه الاليه بدايه نحن نركز عليه لانه كل دول العالم اصبحت الرقابه الاليه هي اكبر اهم احنا في مديريه الامن العام لدينا كاميرات مراقبه تلفزيونية وكلكم بتعرفوا موجوده في كافة صحيح. صحيح. الطرقات بنسميها كاميرات السي سي تي هاي وجدت للمراقبه الامنيه الان بتوجيهات قياده الجهاز استخدمناها للرقابه المروريه ايضا عكسناها، أوه. هي تستخدم امنيا لكن عكسناها مروريا حتى نراقب الازدحامات المروريه وبالتالي ايضا نراقب المواقع الخطره من خلال هذه الكاميرات، ايضا ادخلنا خدمه الطائرات المسيره الدرونز واذا شفناها بعمان صحيح. لدراسه المواقع الخطره ولدراسه الازدحامات المروريه لم تستخدم لضبط المخالفات الطائرات الدروس. لا لا سيدي هي لغايات اجراء دراسات علميه على موضوع الازدحامات المروريه ايضا نتعاون وننسق مع أمانة عمان الكبرى ومع البلديات في تركيب وتحديد مواصفات وتركيب كاميرات لمراقبة السرعة إذا بتشوف، إحنا ركبناهن بالعاصمة عمان وباقي المحافظات بالتعاون والتنسيق مع هذه الجهات، أيضاً أخي الكريم لموضوع الحوادث والوفيات الناجمة عنها أدخلنا مؤخراً في مديرية الأمن العام خدمة إعادة بناء الحادث المروري أو البي سي كراش، يعني. هذا نظام عالمي جديد أه. إذا ما صار حادث لا سمح الله ونجم عنه وفيات وإصابات بليغة هذا النظام التكنولوجي الحديث يحلل موقع الحادث، يحدد اسبابه، يحدد الاخطاء على مين، هذا هذا, هذا النظام والجهاز نعم صحيح، فهذا احدث نظام عالمي وجد وادخلناه بالاردن ومديريه الامن العام على فكره لا تالو جهدا وتستنزف الكثير من موازناتها حتى تقدر تطور العمليه، انا بحكي عن موارد بشريه، بحكي عن اجهزه وتكنولوجيا تطور مديرة الأمن العام وتدعم الإدارات المرورية لحد محواد وآخر شيء بحب أشير له أن أدخلنا موضوع كاميرات الملابس لرجال السير والنجدة سيدي حتى أنه تكون نتعامل بشفافية عالية مطلقة ما بين المواطن ورجل السير من خلال تسجيل كاميرات الملابس رسالتك ورسالة أخيرة بكلمتين يا سيدي أتمنى السلامة لكافة المواطنين وكافة مستخدمي الطريق وبإذن الله بتعاون الاخوه المواطنين ان شاء الله واللي نعول عليه دائما وابدا راح نحد من الحوادث المرورية ونحد من الوفيات والاصابات. شكرا لوقتك، شكرا, شكرا لحضورك عطوفة مساعد الامن العام لشؤون السير والى جانب العميد المهندس رامي بكتباس شكرا لك والمهندس. شكرا لك دمتم بخير التقيتكم غدا في حين كل التحايا بحفظ الرحمن شكرا جزيلا رامي بكتباس